يبدو عنوان URL الذي أنشأناه جيداً، وكذلك تبدو سلسلة جيسون الواردة من الخادم جيدة، إلا أنها تظل سلسلة واحدة طويلة لنطلع على البيانات التي يجب أن نستخرجها منها. لجعل السلسلة التي تأتي من الخادم ثانية منطقية، يمكننا وضعها خلال منسق جيسون أو محسن مظهر جيسون. إذا بحثت في جوجل عن هذه المصطلحات، فستتمكن من العثور على أداة مفيدة كهذه. لقد ألصقنا نتيجة استعلام الويب هنا. إنها تنسق الإخراج من أجلنا لتظهر لنا التسلسل الهرمي لهذه العناصر. والآن استناداً إلى الإطارات الشبكية التي رأيتها لتطبيق سانشاين، هل يمكنك أن تخبرنا أياً من العقد الطرفية هذه نهتم باستخراجها؟ على الرغم من أننا سنضطر إلى اجتياز العقد الأصل تحقيقاً لأهداف الاختبار على الشاشة التالية، إلا أننا نفحص العقد الطرفية. قم بإجراء تحديدك حول السمات التي سنحتاجها لعرض قائمة التوقعات.